فضيلة الشيخ وفقكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز المشي بين القبور بالنعل؟ إذا يخاف الشوك يمشي، لكن ما يطاع على القبور، يمشي بالنعل إذا يخاف الشوك أو الأرض حارة من الرمضة، توقع المحذور ولا معنى من ذلك بين القبور، أما الوطأ عليها فلا يجوز، حرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.